احتساء مشروبين بتوقيت مثالي يقي من المرض، أعراض جسدية واضحة تنذر بنقص المغنيسيوم. للتغلب على الأراق عليكم بالضحك المتصنع. المزيد في العربية صحة، فأهلا بكم. كشفت دراسة جديدة أن احتساء فنجان قهوة أو شاي صباحاً على نحو معتدل قد يساهم في تقليل خطر إصابتك بالسكتة الدماغية أو الخرف. هذه الدراسة أجرتها جامعة يانغين الطبية في الصين، حيث تابعت 360 ألف مشارك خلال مرحلة زمنية تراوحت بين 10 و14 سنة. ويمكن للمشروبات التي تحتوي على الكافيين مساعدة الدماغ بطرق عدة، من خلال زيادة إنتاج عامل تحفيز مستعمرات الخلايا المحببة وفقاً لجمعية يوكي ألزهايمر. أكد تقرير نشر عبر موقع فاكتي أن التعرض لنقص في نسبة المغنيسيوم يتسبب في بعض المشاكل الصحية، حيث يشكل المغنيسيوم معدناً هاماً لوظائف الجسم، فيقوم بنقل الكالسيوم والبوتاسيوم عبر أغشية الخلايا إلى أعضاء حيوية بالجسم كالعضلات والقلب، ويساعد على إنتاج الطاقة وتنظيم وظائف العضلات والأعصاب. وتشير الدراسات إلى أن المغنيسيوم يمكن أن يساعد في تنظيم مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وحالات أخرى. ويمكن ملاحظة علامات نقص المغنيسيوم عبر أمراض تصيب الجهاز الهضمي وأخرى تتعلق بضغط الدم والأرق والتشنجات العضلية وفقدان الشهية. ربط علماء في جامعة أكسفورد بين الضحك وتخفيف حالات التوتر، حيث يؤدي الضحك حتى وإن كان متصنعاً إلى تشغيل نظام الأندورفين في الدماغ. يعمل الأندورفين على جعل الأشخاص مسترخين وسعيدين ويخفف هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر. ويساعد الأندورفين أيضاً على إطلاق أكسيد النيتريك الذي يساعد على استرخاء العضلات المتوترة ويوسع الأوعية الدموية، ما يفسر دور الضحك في خفض ضغط الدم. ووجدت دراسة لجامعة بازل السويسرية العام الماضي أنه كلما زاد الضحك خلال اليوم كلما قل التأثر بالأحداث المجهدة.